ما تجلسنيش مع هذيك. الله يعطيك الصحة، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي، مرحبا بكم، معكم الفومبرا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احنا معكم عاود تاني. قبل ما نبداو كنشكر الناس اللي دخلوا عندي وتقوا فيا ودخلوا عندي وتابوناو عندي، الله يجازيكم بخير، نحييكم من هذا المنبر هذا. بلا شك الا شفتوا الصوري ديال اللحيه فلوغ، المهم اللحيه فلوغ راه عرض لكل يوتيوبر ديال اكادير عاد اليوم الاسبوع باش يفاجئوا، يعني شي كادو يكون فريد من نوعه، شي كادو يكون واعر، شي كادو ما يكونش الثاني ديالو جابوا ليه شي واحد. المهم بقاو معنا باش تشوفوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله، وتشوفوا اطوار ديال هذا الفيديو هذا. الكادو غيكون عاوتاني شي كادو اللي واعر وزوين. المهم خليكم معنا الخوت حتى لخر الفيديو. الكادو راه وجهنا ليه الصراحه واعر واعر، ها هو الكادو، نخليوها مفاجاه حتى تما وتشوفوا الكادو اللي صوبت لي انا. المهم واحد الكادو اللي خليها مفاجاه، ربي لا ما خليوها مفاجاه، ربي خليوها مفاجاه كاع حتى تما. يلا الخوت خليوها مفاجاه، اتفقتوا؟ يلا صافي خليوها مفاجاه حتى عند اللحيه فلوغ ونشوفوا هذا الكادو اشنو هو. والله العظيم تعجبكم شي حاجه اللي واعره واعره. المهم بعد ما صوبنا ليه الباب، قادينا ليه الباب وفاجئناه بالباب، انفاجئوا عاوتاني بهذا الكادو هذا. يلا الخوت خليكم معنا، خليكم معنا، راه تكون شي حاجه اللي واعره وزوينه. الخوت راه حنا ديما معكم. المهم كنشكر الناس اللي دخلوا عندي، كنحييهم من البراده، الله يعطيكم الخير. راه حنا ديما كنتمنوا نكونوا على حسن ظن ديالكم ونديروا شي حاجه اللي زوينه وواعره. يلا الخوت خليكم معنا حتى لخر الفيديو، غتكون شي حاجه مش حاجه زوينه، سيرتو كاع كاينين اليوتيوبر، غتكون شي حاجه بالبلا عاوتاني الضحك والنشاط. يلا الخوت خليكم معنا، ليتس جو. المهم الخوت راه وصلنا للبلاصه فين ساكن اللحيه فلوغ، الباب ديالو ها هو هشام. المهم راه وصلنا، الكادو ديالو راه هو، رجبنا عليه اللحيه هو. انا دابا فرحانه بالكادو، ما دابا واش ضل الكادو. المهم داكشي اللي عليا راه درته هشام فلوغ، ها هو حتى هو، حتى هو راه جاب لي الكادو ديالو. المهم راه الدراري جايين باقي في الطريق، جايين كاملين. المهم حتى يحل الكادو ديالو ونشوف المفاجاه ونشوف الكادو شنو فيه. يلا الخوت خليكم معنا، سير هز هز الكادو ديالك، هز هز. والله الا حسيت هادشي، وهادشي راه كان الحرفه ديالها صاحبي، واش طمريض؟ راه من الحرفه ديالي. يلا الخوت خليكم معنا، خليكم معنا، ما تجلسنيش مع هذاك حسام ومعاذ وخليل، ما تجلسنيش مع سيدي
ما عطيك الصحة والضرب ومبرا ما عطيك الصحة. شكرا وتحية لك ونا هي هذه صحتك أولي شي مخدوم يتقان وعلى مطلب سمع مصاد يلا بصمع ماشي حتى واحدة المهم الخوت المهم الخوت الحراط الله فينا مزيان والدراري حتى هما راه تفجوا وضحكوا مزيان. المهم الله ينيكم حتى الفيديو تفجوا غتشوفوا في الفيديو